عند اختيار شعار المعركة والنضال في برنامج حزب الحزب حزب المؤتمر الوطني الاتحادي. احنا اخترنا الشعار اللي اخترناه في الحقيقة هو شعار التغيير الديمقراطي ممكن بالإرادة ديال بين خياراتكم تغيير التغيير الديمقراطي ممكن. وهذا الشعار فيه أكثر من دلالة أكثر من معنى. فهو المعنى ديالو وأننا نتخوف من عدم المشاركة، نتخوف من العزوف، والعزوف الذي سيصب في النهاية في طاحونة المفسدين اللي تكلمنا عليهم. هذاك الشيء علاش اخترنا هذا الشعار، هذا ندعو الناس المواطنين باش يشاركوا وباش يمكن لهم فعلا بالمشاركه ديالهم كلنا نطوقوا المفسدين ديال المال، لان المفسدين احنا عارفين امكانيه ديالهم، عندنا شي تقدير نتقاسمه مع بعض المكونات بعض الهيئات الاخرى، عندنا تقدير ديال انه كاع اللي كيتباعوا ويتشراوا في المحمديه حوالي 20,000 20,000 صوت هي اللي كتباعوا وتشرا في المحمديه. فاذا كان اذا شاركت 170,000 ديال في المحمديه وشاركت غير 100,000 غادي نغرقوا ديك 20,000، ما غيكونش عندها ما غيكون هذيك 20,000 غتفرق على اصحاب الفلوس وغيبقى ما تبقى للاحزاب النظيفه والنزيهه وغادي يكون عندنا حظ فيها. ما هو الرهان الذي يعقده حزب المؤتمر الوطني الاتحادي في هذه الانتخابات؟ طبعا الحل الرهان ديالنا الاول هو اننا نكون حاضرين من الاول فراغ، ما نخلوش الساحه فراغ، هذا رهان اول. بطبيعه الحال ككل حزب عندنا رهان اكبر هو اننا انه الناس يوضعوا ثقتهم فينا، هذا رهان الكبير. ولكن بين الرهان الاول والثاني نحن نعتبر ان احد الرهانات كذلك الرهان الثالث هو محقق وهو بينهما، هو ان نتواصل واننا نتواصلوا مع الساكنة ديال المحمدية كيف ما احنا متواصلين مع في 59 دائرة في المغرب. برامج الأحزاب تقريبا متشابهة، غير عفوا شنو هو اللي كيميز البرنامج ديال الحزب تاعك؟ انا اعتقد ان هذه المقولة ديال البرامج متشابهة هي مقولة خاطئة. هي مقولة خاطئة، واسمح لي نقول لك كصحفي عدد من وسائل الإعلام وقد أغضبك لن أجاملك بأن أقول لك بأن هذا كلام ديال المعاجز وديال اللي ما قادرينش يقراوا البرامج ديال الأحزاب ماشي متشابهة. هذا الكلام كيقولوا الناس من بعيد لم يقراوا البرامج بدون مجاملة، الكلام كيتقال من بعيد لم يقراوا البرامج. طيب ما الذي يميز البرنامج ديالنا؟ إلا قريتي غير النداء ديالنا، هذا النداء الوطني، البرنامج ديالنا أساسا يعتمد وينبني على المحاسبة. حنا تنقولوا للناس ديال الناس في المغرب حاسبوا اللي كانوا في المسؤولية، حاسبوا اللي كانوا في المسؤولية. عندنا كونستا ربما كلشي تيقولوا مع الأسف الشديد كلشي حتى اللي في المسؤولية تيقولوا واكواك عباد الله، الصحة ما مشاتش مزيان، التعليم ما دارش مزيان، الشغل ما غاديش مزيان في البلاد، كلشي تيقول هذا الكونستا. حنا الفرق اللي كان نتميز بأن نقول بأنه اللي مسؤولين على هذا الوضع هما اللي كانوا في المسؤولية، هما اللي حاكمين، هما اللي خاصهم يتحاسبوا. هذا كنعتبره عنصر أساسي في البرنامج ديالنا وهو محاسبة من تحملوا المسؤولية. إذا ما هي التصورات والبرامج التي بواسطتها سيتم إسقاط الفساد المالي والإداري والسياسي من طرف حزبكم؟ احنا كان نعتبره ان هذا عنوان كبير، إسقاط الفساد بشكل عام هذا عنوان كبير، يمكن نزلوا عليه حتى إسقاط الاستبداد، هذا عنوان كبير مرفوع في المرحلة، في هذه المرحلة ككل احنا منخرطين فيه. ما خافيش عليكم ماشي سر انه حزب مؤتمر الوطني الاتحادي كذلك هو من احد الاحزاب المسانده والمدعمه للحركه ديال 20 فبراير، هذا الحراك الاجتماعي الحراك السياسي والشعبي اللي كاين في المغرب كله، وحنا رافعين في اطار هذا الحراك رافعين منخرطين في هذا الشعار ديال اسقاط الفساد. وجودنا داخل المؤسسات نعتقد انه سيوظف لمحاربه كل الاشكال ديال الفساد سواء على المستوى المالي او على المستوى السياسي او على المستوى الاداري او غير ذلك. واسمح لي نذكرك بانه في السابق كان واحد البرلماني واحد ديال منظمه العمل الديمقراطي الشعبي الاستاذ بن سعيد الله يشاف الله يطول عمره، الاستاذ بن سعيد كان برلماني واحد وبالمناسبه هو من انصار المشاركه في الانتخابات رغم ان الحزب ديالو قطع. الاستاذ بن سعيد كان واحد في البرلمان وحده باسم المنظمه وطرح موضوع ديال السجن تازما مارت اللي كان تحت ما كيقدر يتكلم عليه. انا دابا حنا كنقولوا هذا نوع من الفعاليه اللي يمكن تكون عند اي حزب اللي باغي فعلا يفضح كل الاشكال ديال الفساد
بما في ذلك هذا الشكل هذا ديال الاعتقالات والاختطافات اللي كان واحد الوقت كان تيجسدوا السجن ديال تاز ممرت. يمكننا نكونوا كمؤتمر من على هذا الطينه وعلى هذا الشكل. نعود لسماسرة الانتخابات وتحيز كبير في هذا موي. كيف سيتصدى حزبكم لفتح المفسدين وسماسرة الانتخابات؟ احنا كان بالنسبه لهذه الظاهره كنعتبروها ظاهره كبيره وخطيره ولكن بصدق احنا نعتبر بان فيها مسؤوليه ديال الدوله. ما يمكنش احنا عندنا جهاز ديال المخابرات احنا ماشي ما يمكنناش احنا يلا لا تفرغنا نفرخوا الاوراق يلا لا قدرنا نوزعوا شويه الاوراق ونتواصلوا مع الناس. لكن كان هكذا كان هكذا نتصور انني يمكننا نواجه هذه الظاهره هذه هي اننا نضغطوا وحنا كنمارسوا ضغطنا على السلطات نضغطوا على السلطات في المغرب كله في المحمديه انها تحمل مسؤوليتها باش تنزل وتتبع هذو اللي كيفسدوا العمليه راهم باينين. ما يمكنش هاد المفسدين ديال الانتخابات يحصلوا غير سيدي سليمان حيت مرشح عبد الواحد الراضي تماك وحيت مرشح اسماعيل العلوي ماشي كاينين المفسدين غير تماك. مزيان اللي حصلوا المفسدين ولا حصل احد المفسدين وراه في الحبس دابا في سيدي سليمان لكن راه المفسدين كاين حتى في المحمديه كاين في المغرب كله وما خصناش يكون الامين العام ديال الحزب في الحكومه في مرشح في المحمديه عاد ينوضوا يفضحوه ينوضوا يفضحوه. المفسدين كاين في المغرب كله كاين في المحمديه احنا الدور ديالنا هو نغوتوا ونفضحوا هذا الشيء مع المواطنين حنا كيهمنا هو المواطن ومع السلطات حنا كنضغطوا عليها ولكن كننتظروا انه السلطات واحد الوقت تحمل مسؤوليتها وتخرج من الحياد السلبي وتكون فعلا في حياد ايجابي. كيف يقوم حزبكم بالحمله الانتخابيه؟ حنا الحمله ديالنا في كما قلنا في البدايه حمله تعتمد على المناضلين مره اخرى كنكرر بانه حنا ما عندنا حتى واحد مخلص او ما حاضرين لا شي واحد شاد شي ريال يقولها لك حنا ما عندنا حتى واحد مخلص باش يدير الحمله اللي بغى يدي في المواطن في المناضلين والمتعاطفين معنا يدير الحمله كمتطوع مرحبا اللي ما بغاش راه ما جاش راه ما يمكنلوش يجي وما يجيش. فاذا الحمله حنا كنديروها بمتطوعين كنديروا الحمله ديالنا وحنا كنستهدفوا الواجهات والاجتماع السوسيو اقتصادي اللي كنشتغلوا معها اساسا القطاعات العماليه حنا متواصلين معها وهذا التواصل ما كيطلبش ما كيحتاجش ديك البهرجه اللي كيديروها بعض الاحزاب لان ربما هذا هو الاسلوب الوحيد اللي بامكانهم وانهم يشتروا الاوراق في الشوارع وانهم يدقوا الابواب من الطرف. حنا هذا الاسلوب جنبناه وكنجنبوه. حنا عندنا اتصالات عبر القنوات التنظيميه اللي متوفرين عليها لاننا نشتغل في عده وجهات نشتغل على المستوى الحقوقي نشتغل على المستوى النقابي المناضلين ديالنا يشتغلوا على المستوى ديال واحد العدد ديال الجمعيات الجمعيات ديال المجتمع المدني على هذا المستوى حنا متواصلين وخدامين في الحمله ديالنا. اذا هل من امل لنجاحكم في الانتخابات وكلمه لسكنك محمديه؟ في الاخير حنا لو ما كانش الامل ما ندخلوش حنا كنعتبروا بان الامل كاين دائما ولكن غيكون اليقين باننا غادي ننجحوا لو انه السلطه تحملت مسؤوليتها واعتقلت صحاب الفلوس. لو تحيدوا صحاب الفلوس من الطريق غادي نكونوا ضمن الثلاثه اللي داخلين في 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 في, في, في المعادله. الا بقاو صحاب الفلوس لا حظ لنا ولا حظ لكل الشرفاء في الدائره هذه وفي الوطن. اذا هكذا يمكن لنا نعبر على الحدود ديالنا. في الاخير اقول للساكنه ديال المحمديه والناخبين والمواطنين ديال المحمديه سواء الذين شاركوا او الذين لم يشاركوا اقول للجميع بانه المشاركه هي شكل من اشكال مقاومه الفساد. هذا الفساد ديال الانتخابات اللي تعاقب على المغرب منذ عرفت انتخابات المغرب هذا الفساد راه ما يمكنش يتغير بجره قلم ما يمكنش يتغير بالنوايا كيمكن له يتقاوم. هذا هو الحل الوحيد كيمكننا نقاوموه كاملين كمغاربه بالمشاركه بالتواجد في الشارع بالتواجد في التيران في الميدان هكذا يمكننا نقاوموا فعلا وهذه الظاهره هذه وادعو الجميع والمواطنين المحمديه للمشاركه والمحاسبه كل من تحمل المسؤوليه. السؤال الاخير هل ستقومون بمهرجان خطابي هنا بالمحمديه؟ نعتقد انه بالنظر للطبيعه ديال الطبيعه باش خايدين احنا الحمله. انا مره اخرى كنقول الاسلوب ديال البهرجه اللي بقدر ما كنتقدوه الى حد ما ولكن نقدر اللي باغي يدير البهرجه شغلو هذاك وربما الله يعاونو ولكن حنا الطريقه اللي كنشتغلوا بها انا قلت لك قبل قليل هي الطريقه ديال التواصل عبر واحد العدد ديال الواجهات اللي كنشتغلوا فيها. ما غنحتاجوش المهرجان غنوليو بحال خدامين غير المهرجان. حنا خدامين في التواصل كنحاولوا نستغلوا كل الوقت ديالنا في التواصل مع كل الفئات اللي كنشتغلوا معها
على مر السنين والايام. احنا ماشي اليوم نبغي نشاركوا انتخابات, احنا موجودين في كل وجهات, في كل مناسبات, في كل عبر على مدار 12 شهر ديال السنه احنا موجودين, وبالتالي ما محتاجينش حتى اليوم جات انتخابات عاد غادي نخرجوا لهاد الناس. احنا خارجين عندهم ديما, كيعرفونا كنعرفوهم. اللي وضع ثقته فينا مرحبا, اللي ما وصلناش يمكن ما وضعش ثقته فينا, الغالب الله, لان امكانياتنا هي هذه. احنا ما مستعملين الا الاساليب الشريفه والنزيهه في التواصل.